نجدد لكم التحية مشاهدينا الكرام، وإلى فقرتنا التالية. هذه المرة مع كاتب إماراتي يعد من أكثر الكتاب إثارة للجدل في الساحة الأدبية الإماراتية. ضيفنا مشاهدينا في كتاباته مزيج من الواقع والخيال بين الماضي والحاضر، خاصة في روايته سوق نايف. فاز بجائزة شيخ ماجد بن محمد الإعلامية عام 2008 فئة الصحافة، وحصل على المركز الثالث. تعتبر رواية رجل بين ثلاث نساء في عام 2008 هي تجربته الروائية الأولى. بعدها أصدر عددا من الأعمال الروائية، منها ليلة غاشية، قصة ساحر، والذبابة، أحدث ما صدر عنه من روايات. باسمكم أرحب بالكاتب الإماراتي عبيد بو ملحة، مساك الله بالخير، حياك الله معنا. مساء النور، ونتشرف بهالحضور. شكرا. الله يحفظك، الله يحفظك. يعني خلني أبتدي من الرواية المثيرة للجدل أخ عبيد، سوق نايف. الأحداث اليومية رويتها في هذا الكتاب من خلال التفاصيل اليومية التي تحدث في سوق نايف، المزج بين الماضي وبين الحاضر في هذا المكان تجعل من هذا المكان بطلا رئيسيا في الرواية. حدثني أخ عبيد، يعني ألم تخشى من هذا التداخل ما بين الماضي والحاضر في هذه الرواية؟ الأدب يعني لسان المجتمع ولسان حال الموجودين. المكان كان بطل لأن المكان تاريخ، المكان أرض، المكان وطن، المكان عشق وولاء وانتماء. فمن واجبنا ككتاب إماراتيين أن نوثق وندون اللحظات وندون التاريخ، ونبحث عن القصص الموجودة، ونبحث عن شخصيات، نبحث عن أبطال موجودين على أرضنا. جميل. نحن لازم نزرع القيمة، لازم نزرع البطل، لازم نبين للأجيال أن نحن عنا قيم وعنا أبطال وعنا مثل وعنا نماذج جيدة موجودة في التاريخ، عشان الشباب الصغار يعرفون تاريخنا، يتمسكون يكسبون الولاء والانتماء، ويعرفون أن لهم جذور في هذا الوطن، ولهم أجداد دافعوا عن هاي الأرض بأرواحهم وعاشوا فيها رغم شظف العيش والمعيشة. دولتنا وأرضنا غالية علينا، وطننا غالي، ما وصلنا بسهولة، أهلنا عاشوا فيه وتعبوا فيه. فيجب علينا أن نحن كجزء صغير جدا أو جزء يكاد لا يذكر، أن نحن نوثق ولو شيء بسيط من هذا التاريخ. صحيح. نوثق للأشخاص، نوثق للأماكن، فما في خوف أبدا سواء نجح العمل أو لم ينجح. أنا في رسالة أريد أوصلها، أريد أوثق لتاريخ معين، أريد أوثق للحظات، لأماكن. فهذه الفكرة كانت. جميل. ملاحظة أخ عبيد بأن رواياتك تتنوع في الحقيقة ما بين الروايات، يعني ما بين الكتابات الاجتماعية، أو صح التعبير خلني أقول كتاباتك تتنوع ما بين الكتابات الاجتماعية، كذلك عندك رواية الرعب، وأخيرا وكما هو في الذبابة. يعني اتجهت إلى الكتابات أو الروايات الساخرة، هل تخطط لنوعية الرواية أم أن لكل رواية شكل معين تحرص عليه قبل إصدارها أو قبل كتابها؟ يعني كتابتها ما في إصدار معين أو فكرة معينة، كثر لا أحب أن أكرر نفسي. جميل. إذا كنت مشيت على نفس الخط، على نفس الفكرة، ما بقدم أي شيء جديد. لكن الفكرة أنك أنت تطلع بشيء جديد وبعمل جديد. مش معنى هذا أن أنا لا أكرر نفسي. لكل كاتب بصمة معينة تظهر في أعماله يكتشفها القارئ، بصمته موجودة بتكون في كل عمل. لكن كل عمل يخرج في أوانه وفي وقته وفي حال معين، حسب الشخصية، حسب البيئة المحيطة، حسب القراءات، حسب الأحلام، الأفكار اللي يحصل معانا. فنحن دائما نحاول ان نوصل لهذه الافكار. صحيح. حتى ينضج العمل ويطلع يولد نتيجه ظروف معينه، فكل عمل مختلف نتيجه العوامل اللي تكون موجوده. صحيح. في مقدمتك الخاصه بروايه ليلى غاشيه قصه ساحر هناك جمله ملفته للنظر في الحقيقه. هذه الجمله تقول: واذا كانت لديك جراه لقراءتها فأني لأرجو منك أن تكملها حتى النهاية. عبيد، هذه محاولة لاستفزاز القارئ لقراءة الرواية
أم لإضافة عنصر تشويق أم ماذا تحديدا؟ هو العمل غالبا العمل الأدبي أو الرواية كيان كامل. يعني أنا ما بخلي الأهداء مختلف عن الغلاف، عن العنوان، عن المقدمة، عن الأحداث. فأحاول أن يكون حتى الأهداء وحتى المقدمات في الرواية تكون كل واحد مع العمل، لا يكون هناك انفصال، يكون جسد الرواية جسد واحد متكامل. فحاولت أن يكون مدخل الرواية أنك أنت تزرع في القارئ فكرة معينة، تهيئ لموضوع معين، عشان لما يبدأ الكتاب يكون متهيئ للي بيشوفه في أحداث الرواية. صحيح. حتى في كتابك يعني يسقط على غيمة، ملاحظ أخ عبيد بأنك يعني تهدي كتابك هذا الإهداء الخيالي ربما، يعني كما تصف أنت كذلك وتقول إلى الموظفة التي تعمل في قسم رقابة الكتب، وكلما أرسلت كتابا منعت أو حاولت، أهديك كتابي الجديد، تلذذي بالمنع مثلما أتلذذ بالكتابة لإغاظتك. هذه يعني أنت تسجل موقف ولا فعلا أنت ترسل رسالة؟ في التاريخ الأدبي كثير من المشاكسات، كثير من الردود، وكثير من الأمور المضحكة والإغاظات يعني بين الأشخاص. فنحاول أن نحط أهداء يشد النظر، يكون مثل ذكرى طيبة أو نكتة، أو يكون دم خفيف فقط لا غير. جميل جدا. طيب، في كتاب يسقط على غيمة، هذا الكتاب موجود أمامنا السادة المشاهدين إذا حابين يشوفون غلاف هذا الكتاب، وهذا الكتاب ربما يحمل بين جنباته الكثير. صف لي هذا الكتاب بشكل مختصر. هو تجربة أدبية جديدة، حاولت أن يكون فيها نصوص، كل نص يحمل في داخله نصين أو أكثر، إذا قرأ الكتاب كاملا يعتبر متتالية قصصية. فهو تجربة مزيج من عدة أجناس أدبية لكن في كتاب واحد متكامل. جميل جدا. اللي حاب أن يقتني هذا الإصدار متوفر في مداد للنشر في معرض الشارقة الدولي للكتاب. جميل. ملاحظ بأن في هذا الكتاب يسقط على غيمة تجربة جديدة لعبيد في الكتابة. هذه التجربة يعني هناك كلمات بحروف سميكة، هناك كذلك كلمات بحروف عادية، ما الهدف من هذه الطريقة؟ هي النص يقرأ بعدة طرق، فإذا قرأت النص كاملا لوحده هذا يعتبر نص، وإذا قرأت الحروف السميكة يعتبر نص آخر ربما يعاكس النص الأصلي، وإذا قرأت في بعض النصوص الخطوط الأرق تكون نصوص كاملة. فحاولنا أن تكون تجربة فيها عدة نصوص في النص الواحد، وفي بعض الأحيان يعاكس بعض النص النصوص الأخرى، فهذه كان مثل تجريب جديد. جميل. كذلك لماذا بعض الصفحات يمكن أنت بديت فيها شيء من الغلاف، حتى تقرأها لابد أن تقلب الصفحة، اسمك حطيته بالمقلوب على صفحة الغلاف، لماذا يعني؟ عشان القارئ يعيش التجربة، تجربة السقوط اللي يعيشها بطل الكتاب. كلنا في هذه الدنيا نسقط ونهوي، لكن هناك أناس تكتسب الحكمة من الحياة، هناك أناس عند سقوطها تسمو، هناك حكم، مناظر، شخصيات، عودة للذات، رؤية للمجتمع، وقراءة لكل ما حولك في المجتمع، في الحياة نفسها. صحيح. كذلك أخ عبيد، يرى بعض الكتاب بأن غياب النقد البناء بالتأكيد يؤثر سلبا على الحركة الثقافية، بالنسبة لك يعني ما الذي يمثله النقد؟ النقد هي مسار تصحيحي للأدب إذا لم يكن موجها أو لغرض معين. النقد صار التاريخ يعني الأدب كأنه كيان كامل، يعني زاحم سلطات الأدب الأخرى، فصار لكيان بعض الناس أصبحوا يخافون من النقد، ولكن غالبا النقد مسار تصحيحي وجنس من أجناس الأدب، ما في أي مشكلة إذا لم يكن لغرض شخصي. صحيح. سأنتقل إلى هذه الرواية الذبابة، وهذه رواية ساخرة. صحيح؟ صحيح. جميل. يعني هل هناك من رسائل معينة توجهها من خلال هذه الرواية، أم هذه الرواية تسقط واقعا معينا في زمن معين، أم هي تحاكي الزمن الحاضر؟
هي رواية أيضا انتقالات بين الماضي والحاضر. جميل. وفيها بعض القضايا المجتمعية تناقشها بطريقة ساخرة على لسان بطل الرواية اللي يحمل عدة شهادات دكتوراه ويعمل كموظف أمن في سوبر ماركت، فيشوف بعض المناظر ويحاكيها ويحاول يحلها وبعض المشكلات ويناقشها، فهذه الرواية في قالب ساخر. نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله الكاتب الإماراتي عبيد أبو ملحة، سواء من خلال هذه الإصدارات أو كذلك القادم من إصدارات إن شاء الله. شكرا أستاذ. الله يحفظك. شكرا.